السلام عليكم، يوم جديد. اهلا وسهلا بكم اخواني الاعزاء، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. طبعا شوية الصوت مالتي شوية صوت رايح، طبعا بعيد عنكم شوية، المرض شوية مريض. ان شاء الله هاي الايام شوية احسن. مثل ما تشوفون الشمسية هاي مبيضة، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا انا مبيضة ما مبيضة بالعش، خلونا ناخذ البيضة ان شاء الله، نجمع من عدها ونخلي ان شاء الله بالفقاسة. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا ليها وانا مبيضة. ما شاء الله. نشوف هناك مبيضة بالله بالعش، ما اعتقد مبيضة بالعش. هنشوف العش مالتها، هي هذا البيض القديم طبعا، لكن هاي البيضة مثل ما تشوفون بيضة الشمسية ما شاء الله. طبعا اخوان عندنا هاي البراهمة صار تغيير الجو شوية، تمرضت عندنا، فجاي انطيها انا، اشتريت لها علاج وجاي اعطيها، صار لي تقريبا 3 ايام كانت ما تاكل وحالتها يعني تعبانه ما تقدر تمشي. لا الحمد لله هسه قامت تاكل وتحرك وتشرب ماي، فشوي شوي ان شاء الله ترجع الطيب بالعلاج ان شاء الله. الديش طبعا الذكر هم شوية تمرض عندنا، هم صارت عنده غرغرة وهذا الشي، لكن اعطيته علاجه والحمد لله تشافه. مثل ما تعرفون هذا تغير الجو شوية، جاينا الصيف والحرارة، فصار تغير جو، لازم تلقح الدجاج والكتاكيت اللي عندك، فان شاء الله راح نجيب لقاح ونلقح البيش والدجاج يعني كله نلقحها ان شاء الله. شوفوا 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 وين تصعد. شوفوا وين تصعد. ها شعدك هنا. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا ايش كبرى. مثل ما تشوفون اخواني الاعزاء، ما شاء الله البش المصري او البط المسكوفي شلون كبر ما شاء الله. شوفوا لي الاحجام مالته، صارت احجام كبيره ما شاء الله، ما تشوفون. طبعا هذا اعطيهم انا خبز، هذا نقع لهم واعطيهم اكل بيت ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذا الهاراتي، شوفوا شلون كبره ما شاء الله. هابيهم هذا ديش طبعا، وهاي دجاجه، وهذا هم مال ديش. فان شاء الله راح نبقي من الهراتي النوعيه الحلوه و الاحجام الحلوه راح نخليها، والباقي ان شاء الله نبيعهم ما شاء الله. شوفوا لي، شوفوا لها الذكر ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا اخوان من الضروري انه تخلي الكتاكيت بهذا العمر يسرحون، ما تحبسهم بالقفص حتى يكتسبون مناعة، ويعني ياكلون الاملاح، ياكلون الديدان اللي بالقاع، يعني جدا مهمة وضرورية لهم. فبهذا عمر لا تحبس الكتاكيت، كلش مفيد لهم ما شاء الله. شوفوا مرقيبة، شوفوا ايش قد حلوة ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي الهراتية الفروجة اللي عندنا طبعا اللي رقدت، فما خلينا جواها بيض ان شاء الله. باليوم الجاي اذا صار عندنا بيض ان شاء الله راح نخلي جواها، واذا ما صار عندنا بيض يعني ننفرها ونشيلها من مكان الرقود مالتها، لان خطية تتعب والجو حار.
فما اريد اتعبها واخليها يعني راقدة هنا، أنا راقدة بدون بيض. فاما ان شاء الله ندبرها بيض او نشيلها نخليها ما ترقد ان شاء الله. طبعا اخواني الاعزاء، هنا عندنا الهراتية اللي عزلناها وحتي ما شاء الله، شوفوها قطية جوعانة، نشوفها مبيضة او لا، فابقوا يعني. يا الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا وين مبيضة ما شاء الله، وين مبيضة، شوف بيضاتها ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا بيضاتك ذن بيضاتك شكرا شكرا جزيلا على البيضات. يلا هنفتح الباب، يلا افتح الباب نطلع ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنا نجيب لهم الالف للشمسيه، طبعا تبيض عندنا لازم نعطيها بروتين ونعتني بيها شويه. تا 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 تا. شوف شوف وين دخلت، شوف وين، شوف وين دخلت. تعالي طلعي. طبعا هاي بروتين وخبز يابس طاحنينه مثل ما تشوفون، نطيل الافراخ ونطيل الكبار، فخلونا نطيل البيش والكتاكيت هم خطية ينتظرون، فيبقوا يانا هنسد عليهم. شوف شلون الجو، راح يصير قتال طبعا. ما شاء الله تبارك الرحمن. بقى شوف شوف العرايك. طبعا اخوان الاعزاء اللي يسال عن لبوني، طبعا لبوني غادر المزرعة طبعا شوية تمرض و اعطيته علاج، فما استقبل العلاج يعني ما طاب عليه، فقررنا انه نذبحه وخطية احسن ما انه يموت هيج، فبقت زوجة لبوني فقط، فلبوني غادر المزرعة مع الاسف. طبعا شوفوا الهراتي ما شاء الله شلون الاحجام كبروا، شوفوا ما شاء الله هذا الهراتي ما شاء الله تبارك الرحمن. مرقبة ما تخلي واحد ياكل وياها، ما تخلي واحد ياكل وياها ابد. طبعا هاي افراق الشامو، الهرات الشامو مثل ما تشوفون افراق الشامو ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف شلون كبروا، هذا الشامو ما شاء الله شوفوا. يلا راح راح. طبعا اخواني الاعزاء مثل ما تعرفون هاي الحاضنة دائما اللي نخلي بيها الافراخ، طبعا ان شاء الله راح ارتبها وراح اخلي لها قلوب هنا حراري لان نخاف يحتاجون الحرارة بالليل،
مثل ما تعرفون الافراخ اللي فقسها، وان شاء الله راح نخليهم هنا بهاي الحاضنة، ونخلي لهم ان شاء الله علفهم واكلهم هنا. فان شاء الله راح ارتب المكان مالتها واخلي لهم المعالف هنا ان شاء الله، ونخلي الافراخ هنا ان شاء الله. فابقوا يانا يعني. طبعا اخواني الاعزاء، ما شاء الله تبارك الرحمن، بدأ يفقس الكتاكيت البراهما اللي عندنا، فخلوه ابقوا يانا يعني. ان شاء الله راح نراويكم التفقيس. ان شاء الله راح نطفي الفقاسة اول شي، نطفيها ونشوف ان شاء الله التفقيس. طبعا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، هاي براهمة خالين بيها احنا، ما شاء الله جاي يفقسون. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا بداية التفقيس، ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا ياهم. ما شاء الله بعد اكو بيض جاي يكسر، ما شاء الله تبارك الرحمن. اخوان مثل ما تشوفون جهزنا القفص للافراخ، ان شاء الله راح نجيبهم هنا. طبعا مو كل الافراخ جاي يطلعون، اكو افراخ جاي تطلع، فالوجبه اللي تطلع ان شاء الله راح نخليها هنا. فابقوا يانا ان شاء الله، وراح نخلي لهم هنا ماي وشكر. مثل ما تعرفون اول يوم لازم نعطيهم ماي وشكر شوي يصحصحون، نعطيهم ان شاء الله العلف هنا. فابقوا يانا. واني جبنا هذا الماي وشكر، وهاي الصينية خليناها للعلف. مثل ما تعرفون اول ما يصير ما يقدر ياكل من المعلف، هذا عندي معلف اقدر اخليه لهم، لكن ما يستقبله، او اول يوم ما راح يستغربوا الاكل. فان شاء الله راح نخليه له هنا حتى يشوف الاكل قدامه ويتعلم ياكل مثل ما تعرفون. فان شاء الله هذا العلف مالتهم البروتين، طبعا ويا خبز راح نطش هنا حتى يتعلمون هنا، حتى يشوفون ويتعلمون ياكلون. وهذا الماء وشكر مالتهم، وان شاء الله ابقوا انا يعني راح ننقل الافراخ من الفقاسه ونجيبهم هنا. فانتظرونا وان شاء الله راح نجيبهم. وهنا جبناهم، راح ننقلهم هنا ان شاء الله للحاضنه الجديده. بس خليني نشربهم ماي وشكر اول بداية، شربوا ماي. شوف هاي الطريقة، بس خلي يتعودون شوية ان شاء الله، هما راح يتعودون على الاكل. ما شاء الله تبارك الرحمن. واللي هنا وصلنا وياكم الى نهاية هذا الفيديو، لا تنسون الاشتراك بالقناة واعطانا زر اللايك اذا عجبكم هذا الفيديو، ونشوفكم بفيديو قادم الاسبوع القادم ان شاء الله، ومع الف سلامة.